السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم نشرة الأخبار الفكاهية من معمار الشعوب بقرية القرفي. بسم الله نبدأ. حمى الظنك تتهدد وتتوعد أصحاب المستنقعات ومجاري المياه بأنها سوف تطير إليهم عن طريق الناموس والبعوض، فعليهم دفن الحفر والمجاري ومحلات تجمع المياه والطحالب وغيرها من الأوساخ. الخبر الثاني، وفاة عضلي في مصيدة أعدت له خصيصا داخل قلاعب فرن خربان من عام 1407. الضفادع تقيم حفلا بمناسبة تواجد طيرنبوح، وقدم شوية والله هو كان متواجد هني طيرنبوح، بس الليلة مدري فيه النفر. نبوح في حقل مجاري للحفر التي تسكنها في ردب مخشوش، وقد كانت تعزف الضفادع من نقيقها المشخور قاك 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 بعد صلاة الفجر وهي تصيح بليم بقنبلة تقنبلها قنبلة. قابورا مفراسه يسدد نقمة بمنقاره لكاسر صباع، ويعاني منها بفسخ في صباعه حتى الآن. الأحوال الجوية برد ونامس ومزق مزقة، وحالة من الترقب والحذر من هذه الجيفة الله يجينا أنا وإياكم منها. حمى الوادي المصنقع هذه مدري أظنك الله لا يوفقها، وأسأل الله أن يلطف بعباده إن شاء الله من شرها، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، والله يحفظكم وأولادكم. وتمرخوا من منامس يقولون، من هذا المراخ اللي مرخوا بهذا المراهم هذه اللي في الصيدلية، وهذا وشربوا كثير يقولون من مسوائل، كثروا من مسوائل. الله إن شاء الله يشفيكم ويشفي كل مريض ويستر علينا وعليكم، ومع ذل قبول محبكم والمعجب فيكم أبو مطران، ومع السلامة.